الآن مع الأحوال الجوية والطقس. أخبار الطقس نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف، شكرا نهى، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 33، الصغرى 22، اسكندرية 28 20، مطروح 28 21، بورسعيد 29 22، اسماعيلية 34-22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 33-21، العريش 30-21، طابة 34-23، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 35-25، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 38-26، أسوان 39-26، الوادي الجديد 37-26، شلاتين 36-26، حلايب 33-27، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.